كيفية مشاركة رمز سناب الخاص بك على حسابك في تطبيق سناب شات؟ أقوم بالضغط على حساب سناب شات هكذا، ثم بعد ذلك أقوم بالضغط على بروفايل من هنا في الآلة، أضغط عليها، وبعد ذلك هنا العلامة الصفراء يا أصدقائي أقوم بالضغط عليها، أضغط عليها هكذا ويعطوني خيارات عديدة. مثلا الحفظ في الألبوم، مشاركة رابط ملفي، إرسال اسم مستخدم. أضغط على مشاركة رمز السناب، وهنا يعطيني خيارات عديدة، مثلا إما نسخ هذا الرابط أو إرساله في واتساب أو انستغرام والرسائل أو في ميسنجر. وهذه هي الطريقة، قد تمت بنجاح يا أصدقائي. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وزر الإعجاب، والسلام عليكم.